السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في ويب كودينغ. اليوم بإذن الله بغينا نكملو بارتي ديال لي ميثود التكست و اتش تي ام ال و فال. ديجا تعرفنا على ان الميثود التكست كتخرج لينا الكونسنت ديال اي عنصر قمت بتحديده. الميثود الدور ديالها هي كتخرج لك الكونسنت، اما بالنسبه للميثود اتش تي ام ال كتخرج لك الكونسنت وحتى الباليز الا كانت موجوده، يعني في حاله إذا كانت الباليز موجودة كتخرجها لك، إذا ما كانش كتخرج لك الكونسنت فقط. أما بالنسبة للفال فهي كتخرج لك القيمة اللي كاينة في الانبوت، سواء تدخلها هنا ولا تكون مكتوبة الفالي عن طريق الـ HTML. هذا الفيديو بغينا نطرقه إلى بغيت نبدل سواء الكونسنت ولا الـ HTML ولا الفال كهندير ليها. غادي نمشيو للباج ديالنا كي تشوف معنا هنا، لاحظ معي عندنا واحد الباراغراف كاتبين فيها لي باراغراف. الآن أنا هذا لي باراغراف بغيت نبدله، إذن اشنو غندير؟ غنجي غنفتح غندير دولار ونكتب دوكيمنت، غندير بوان ريدي وغادي نفتح الاقواس ونكتب فانكشن. لاحظ معايا الان انا باغا انفون كليك على البوطون رقم واحد يتبدل ليا تكست. مندير بوان فيغيل، غنجي ونحدد غندير دولار وغنكتب اشنو، غندير هاشتاغ وغندير بوطون ان. اذن غندير بوان كليك، الايفنت هو كليك، ممكن دير حسب تا اشنو بغيتي. غنكتب فانكشن وغنفتح الاقواس ديالي وغنفتح بحال هكا. الان انا شقلت بغيت التكست ديالي يتبدل، يعني الكونتنت اللي انا حاطه يتبدل. اذا هاد الكونتنت اللي باغي نبدلو فين جا في الباراغراف. اذا هنجي نعيط هنا، اذا انا باغي نبدل هذاك الكونتنت ديال الباراغراف. اذا هنجي وغندير دولار وغنحدد ليهم انني كنهضر على بي، وغنكتب الميثود ديالي تكست وغنفتح الاقواس وغنفتح علامه التنصيص لانني باغي نكتب نص، وغتكتب حتى التكست اللي بغيتي غتكتبو حسب اشنو نتا بغيتي تكتب. وندير بوان فيغيل. لاحظ معايا الان قبل ما ندير اكتياليزي غادي نجي ونوريك ان التكست ديالك هو هاليو باراغراف. الان غنجي ندير اكتياليزي. لاحظ معايا الان فاش نكليكي لاحظ ان التكست تبدل حسب اللي كتبته في الاقواس. اذا اعيد، كنجي كنكتب دولار دوكيمنت بوري دي فانكشن، كنجي هنا كنحدد علاش انا باغي نكليكي باش يحصل ليا هاد التغيير. ان سيليكسيوني البوطون رقم واحد، فاش نكليكي على البوطون واحد بغيت الباراغراف تبدل ليا بحيث الكونتنت ديالها يتكتب فيه هادشي. لاحظ معايا عندنا هنا هاد اي، هاد اي خاويه، غنجي غادي نكتبها هنا، غنحددها هنا. الان شنو يتكتب لينا؟ اذا هاد التكست اللي عندنا هنا هيجي هيتحط لينا في بلاصه الايطاليك، ويخرج لينا تكست سولون طون شوا، غتكتب لينا هاليو باراغراف. لاحظ معايا الان مجرد ما نكليكي فوالا، ها هو عاد هاليو باراغراف. علاش؟ لانني انا درت قلت ليها داري ليا في اي. اذا غادي نشوفو في حاله الا بغيت نبدل اتش تي ام ال اش غندير. الان خاصني نحدد علاش باغي نكليكي باش يخرج ليا ال HTML او يتموديف ليا HTML. غنجي غندير دولار بنفس الطريقه، ولكن الان غندير هاشتاغ بوطو رقم 2، غندير لي كليك، غنفتح الفانكشن ديالي ونفتح الاقواس. الان لاحظ معايا، الان بمجرد من كليك على البوطو رقم 2 بغيت ال HTML ديال مثلا ديال بي يتبدل، اش غندير؟ غادي نجي وغادي نحدد بي، غندير دولار ونحدد بي وغندير بوان. لاحظ معايا وغندير ليها اتش تي ام ال ونجي ونكتب اللي بغيت وسطها. لاحظ معايا اش غنكتب؟ غنكتب مثلا سترونغ ونكتب وسطها خليو نوال، ونجي عاوتاني ندير ديف باش يبان لك الفرق بين هاد الكود والكود الاخر. كان عيط سبق ديف ولكن ماشي مشكل، حنا هنا ما عندناش الكود ديال اتش تي ام ال. غنكتب هاللي نوال ونكتب كنيه عاوتاني، لان بمجرد ما نكليك على البوطون رقم 2 لاحظ هاللي نوال يديبوش، لاحظ ان الكونتنت تبدلت وفي نفس الوقت طبق اتش تي ام ال جديد. هاتي دابا تقول لي انا ما بان ليا لي ديف لا سترونغ، واخا ما بانتش لك راح تابليكا، ولكن غتجي هنا غندير لك اف 12 ونشوف نقلبو.
لاحظ معايا هنا، ها هو تكتب هنا كيكتب، شتي هو اللي تحط وسط الباراغراف، شتي يعني انه تبدل بالكود اللي كان ديجا. الان غنمشيو نشوفو الا بدلنا القيمه ديال الانبوت. هنا كنجي نعطو الفالي، نعطوها نعطوه مثلا انتر يور نيم كمثال. لاحظ معايا الان، نجي الان نعيط على البوطون رقم 3. علاش ممكن تعيط تبي اي حاجه البوطون رقم 3؟ لانه هو اللي كاتبه فيه تشوفال، يعني هو اللي باغا نكليك عليه باش يخرج لي التغيير. اذا ندير بوطون 3 وندير بوا وندير كليك، نفتح الفانكشن ديالي ونفتح الاقواس. اذا بمجرد ما نكليك على البوطون رقم 2 بغيت الفال تبدل. اذا اش ندير؟ نحدد شكون اللي باغا يتبدل ليا، باغا لامبوت. اذا هنكتب هنا انبوت وندير بوا وندير الميثود ديالي فال، نفتح الاقواس ونكتب لولوا فوالا. باش الان تشوف، لاحظ ان الفاليو عندي كتبت هنايا اشنو كتبت، وغنكتب انتر ليست نيم. لاحظ معايا الان انا اش كتبت هنا في الاولى، الاولانيه انتر يور نيم، الان انتر ليست نيم. الان غنمشي نشوف فوالا مكتوبه هنا انتر يور نيم. لاحظ فاش نكليكي راها تبدلت انتر ليست نيم. اذا اعيد فانكشن تكست كتخرج لينا الكونتنت، والاتش تي ام ال كتخرج لينا الكونتنت ومع لي باليز ديال الاتش تي ام ال ان وجدت. اما الفال كتخرج لينا القيمه ديال الفاليو ديال الانبوت، سواء كانت مكتوبه في الاتش تي ام ال ولا دخلتيها في الانبوت وكتبتيها مباشره. الان هاد الميثود اللي عندك كاملين ممكن تبدل القيم ديالهم، بحيث كتجي كدير دولار دوكيمنت ريدي فانكشن، كتجي هنا كتحدد على من باغي تكليكي باش يحدث لك هاد الكود. اذا مثلا انا باغا الا كليكيت على بي مثلا واحد الباراغراف التكست ديالها يتبدل. اذا كنجي نحط هنايا السميه ديال الاليمنت اللي انا باغي نموديفي فيه الكونتنت، وكندير التكست وكنفتح هنايا الاقواس وكندير علامه تنصيص وكنكتب التكست اللي انا باغي نديرو. هنا بنفس الطريقه باستطاعتك تحدد غير علامه انت باغي تكليكي باش هاد بي يتبدل لها الاتش تي ام ال وكتبدل لها الكونتنت. وبنفس الطريقه الفاليو ديال الانبوت كتبدل، بحيث كنكليكو على البوطون وكنجي هنا كنحدد الانبوت ديالي اللي باغي اني يتبدل، وبالداخل ديالو كنكتب القيمه جديده. غير كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا، ما تنساوش ديروا لي جيم وتشاركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.